بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم إن شاء الله. أخنا طبعاً كان في أخ بيتكلم عن فيروس الكورونا من قبل، بيقول إن هو وزنه جرام ونص، وطبعاً لما فيش فيروس في العالم ولا كبكتيريا وزنها جرام ولا نص جرام ولا مايكرو جرام يعني. إن شاء الله يعني هو أحقر أن يكون يوزن على ميزان الجرام أو المايكرو جرام. ومع ذلك كنتم بتتكلموا قبل اللقاء، هو أرعب العالم، أن العالم خارج من عباءة القيم والأخلاق والعرف والدين والتقاليد السليمة، وتفسخ ومسخ نفسه، أصبح العالم ليس هو العالم الذي أراد له الله سبحانه وتعالى أن يستخلفه في الأرض. أن كل منا خلق إنسان، إن جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بهؤلاء، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ربنا خلقنا إحنا لبنانية ولا فلسطينية ولا مصرية ولا أي حاجة علشان يجعلنا مستخلفين له في الأرض لنعمرها ونعمرها، لكننا جحدنا بربنا واتبعنا أقوام كثير أغونا وغووا بينا، لذلك بعث لنا سبحانه وتعالى هذا المخلوق الذي لا يذكر ولا يرى ولا أحد يشعر به، لكي يحيطنا بهالة كئيبة من الخوف والرعب والاضطراب النفسي والهلع والتلفت على المستقبل والخوف من المستقبل، وأصبح الإنسان أضعف من الفيروس الذي لا يرى، مهما كان علمه، مهما كان ماله، مهما كان قوته، مهما كانت علمها وتحطحتها وجمالها وكل اللي احنا عاملينه في بعضنا. ليه؟ لأننا حدنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحدنا عن طريق الأخلاق والقيم اللي احنا مفروض نحطها، واحنا كمسلمين ننادي بيهم، نادينا بقيم أخرى وأشياء أخرى وكل أشياء أخرى، وبقينا نحلل. المشكلة إيه بس ده؟ بقينا نحلل وندلل ونجيب طبلة ونألف أغاني ونقول الرسول قال وده يقول الرسول ما قالش، كنا بقينا مبتدئين. المصيبة اللي احنا عايشين فيها يا شباب، المصيبة اللي احنا عايشين فيها، وبقى الجربوع والكنتوع والبعبوع يتكلم في الدين ويتكلم في المجتمع ويتكلم في كل حاجة. الناس المحترمين اللي حالتكم ملهمش صوت، محجوبين من المجتمع وليس لهم صوت. ده بس ردا على كلمة الفيروس وزنه جرامه. مش بقى في الموضوع بتاعنا، احنا في رمضان، احنا في الثلث الاخير من رمضان اللي هو يبدأ اليوم، واحنا في الثلث اللي فيه ليلة القدر، واحنا الثلث اللي فتحت فيه مكة. النهاردة فتحت مكة، مش كده؟ 25 او 27 رمضان كانت غزوة اللي عندكم في فلسطين اسمها ايه؟ عند جالوت. 25 او 27 رمضان وفتح الاندلس كذلك نفس الايام. ورمضان من الشهر بقى انا تعبانه وبطني بتوجعني وعندي اسهال ولا كورونا مخوفاني ولا كذا ولا كذا، لا، رمضان شهر شحن القلوب والافئده والاكباد والرؤى والبصائر وتنقيط السرائر الى اخره الى اخره الى اخره. ربنا ادانا فرصه اول شهر بين الرحمه والمغفره، ودانا فرصة أخرى في أخر الشهر عشان نعتقد من الله. دي ثلاثية رمضان. طبعا في ثلاثيات كده جدا حلوة عندنا في التلفزيون اللبناني وفي التلفزيون الفلسطيني والمصري والسوري وكله، في ثلاثيات ما مش عارف إيه وكركوعة وبركوعة إلى آخره. طبعا إحنا عايشين فيهم، عايشين الدور، عايشين الدور، عايشين الدور خالص. لذلك ربنا بعتنا إيه؟ البتاعة الصغيرة اسمها إيه؟ كورونا دي. كورونا دي كانت في مصر اسمها شوكولاتة، اللي بناكلها زمان من عيال صغيرة. ناكل عسليه وناكل علي لوز وناكل ما ادري حلبسه وكل ما في كورونا شوكولاته.
لما نبص في مصر هذه الاشياء نجد ان احنا دورنا كعمال انسانيين، ها مش بقى في الحته دي، ان احنا مسؤوليه ربانيه نبويه، يعني نحن نسير ولا خط وخذ وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء كلهم، ان كل الانبياء بلا استثناء وعلى مقدمتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قائد لغور المحجلين، هم اتوا لاصلاح المجتمعات، هم مصلحون مجتمعيون، مصلحون مجتمعيون، وانتم كلكم وكلكن منهم. العمل اللي عم نقوم فيه يا شباب ورجاله يا اخوات، لا ما شاء الله عليكم، ربنا ايه يبارك فيكم، انا حخمس عليكم عشان ما حدش يشوفكم، شبه حسن الى حسن. ده احنا بنقوله ايه؟ بنقول ان انتم او احنا عامه، انا واحد منكم، عملنا رساله مش وظيفه، اللي عايز يتوظف ما يشتغلش معايا. الحمد لله انا ما بشتغلش في الدراسه دلوقتي، ولا كانت ليالينا تبقى نهار ونهار ما يبقى ليل. ونيدو يعرف انا كنت بعمل ايه في الناس زمان ايام ما كنت صغير، نوب كده واصغر من نوب اللي بدانا. في بعض الناس يحصل لهم شيء لا ارادي وهم في الحمام، لما ايه يسمعوا صوتي وانا ماشي في الكوره، عرفت وجعت من سنهم ايه؟ ليه كلنا مركزين على العمل، كلنا مركزين على العمل، كلنا مركزين على العمل. ولذلك احنا عملنا رساله، عملنا رساله له ولا عمل له عندنا. عملنا رؤيه نرى فيها ان اليتيم والارمله والمسكين نحاول ان نجعلهم يعيشون نفس حياتنا احنا اللي احنا بنعيشها مع ابنائنا في بيوتنا ومع زوجاتنا في بيوتنا ومع اقاربنا في بيوتنا. عملنا مهمه صعبه ما تحتاجش فقط لصبر وتصبر، تحتاج للصبار والصبار والصبار والصبار. انك بتشوف الظلم امامك بعض الاحيان بتسكت، لماذا؟ من اجل مصلحه المجتمعات، كي لا تصنف ارهابي او رجعي او اخر. خاصه والعالم دلوقتي في الحرب على الارهاب، وفي مش عارف ايه يا رب، الاسلاموفوبيا وكبابوفوبيا وعلي فوبيا ومحمد فوبيا وثانيه فوبيا. مالكم يا شباب؟ لما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد ان احنا، انا وظيفتي انا مش وظيفه، انا عندي رساله وعندي مهمه وعندي رؤيه وعندي ذلك هدف اريد ان احققه من اجل ان اصل الى اقل انسان غير ممكن امكنه في مجتمعه من خلال عملي. وعندي قيم، وجعت قلبي قيم، اللي بيسميها بالانجليزي فاليو، مش عارف بالفرنسية بنسميها ايه، بالاردن بنسميها ايه، بنتكلم عنها في المحاضرات ومحدش فينا بينفذها بما فيه انا. من القيم بتاعتنا الاحسان وال يا رب، الخمس قيم بتوع الاغاثه ايه؟ نضال انهمني كده، خلي احد ينهمني، الاحسان وال يا رب الاخلاص، الاخلاص، يعني ايه العداله، العدالة، الله والامانه، كملي كملي، الاحسان والاخلاص والعداله، وايه ثاني؟ الامانه والرحمة. في حاجة اسمها كستودنشيب، يعني ايه كستودنشيب؟ المهم، هل احنا يا شباب ولا اخوات، ربنا يبارك لنا فيكم، اقمنا هذه القيم داخل انفسنا لكي نستطيع ان ننادي بها ونقيمها في المجتمعات اللي احنا عم شغالين فيها؟ اقم الاسلام في دينك يقم على ارضك، أقم الخير في قلبك يقم على أرضك، أقم الأخلاق في نفسك تقم على أرضك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسموه يقولوا إيه؟ الصادق الأمين، عمره ما كذب وعمره ما خان. نحن في عالم، في عصر دلوقتي يخون فيه الأمين ويكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويؤتمن الخائن. فلذلك لابد أن تتميزوا. ليه؟ لأن أنتم أصحاب رسالة وأصحاب مهمة وأصحاب رؤية وأصحاب هدف وأصحاب حياة تريد أن تحيي بها كافة المجتمعات التي تعملون فيها. فليخش العمل ده يا شباب ويا أخوات
معناهم ايه؟ معناه انه هو بيدي من قلبه لقلب كل واحد، مش بيدي من لسانه لودن كل واحد. ياما بنسمع خطب جميله واشعار جميله واغاني جميله وحواديت جميله، بس تطلع من لسان للقفا هنا، لكن اللي يطلع من هنا بيفضل هنا. واللي بيأثر فيك وانت بتتكلم بيتأثر به المستمع منك. ولذلك احنا بنتكلم عن من نحن. نحن خدم، لا انا مدير برامج ولا مدير برامج ولا رئيس اغاثه ولا كل ده فنكوش، كل ده ولا يساوي 3 مليم. احنا كلكم انتوا قاعدين كده بربطه المعلم كده، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجمعكم مره ثانيه قريب، ما يخافناش من الكورونا واخواتها. كلنا بلا استثناء، بما فيه المانع، بما فيه رئيس المؤسسة، بما فيه رئيس مجلس أمناء، بما فيه كذا وكذا وكذا، كلنا خدام وأجراء لدى الفقراء. محدش يتحتح عليا ويقول لي أنا كذا، أنت لا شيء وأنا لا شيء وكلنا لا شيء إن لم يرضى عنا الله من خلال رضا الفقير والأرملة واليتيم والمسكين والمشرد وكذا وكذا وكذا، كل هؤلاء، لأن كل هؤلاء من الفقراء يدخلون الجنة 500 عام قبل الأغنياء. فإن لم يرضوا عنا لن يرضى الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة بيني وبين المحتاج في النص ربنا سبحانه وتعالى، في النص ربنا سبحانه وتعالى، في النص ربنا، قبل أن أخطو إلى الفقير الله في الوسط. كانت خطوتي صواب، بارك الله لي في العمل، أو بارك الله لك في عملك يا أختي. كانت خطأ، خلاص ولا تلومن إلا نفسك. فلذلك العمل بتاعنا عمل مش ثلاثي الأبعاد، مش خماسي الأبعاد، عمل أبعاده لا حدود لأرقامها ولمحاورها ولقوائمها، لأن عمل يتعامل مع كل مخلوق داخل المجتمع، من الحشرات اللي كان بيتكلم عنها، ومن الفيروسات والبكتيريا اللي كان بيتكلم عنها أخونا قبل الاجتماع، إلى الجبال والسماوات وكذا، اللي هيعملوا إيه؟ اللي هيشهدوا لك يا أختي وهيشهدوا لك يا أخي حينما تسجد على قمة جبل، أو تحت وادي في جبل، أو في أي وادي تاني، ويشهد الله سبحانه وتعالى أن الأخت علي مثلا، ولا حسنية، ولا جميلة، ولا أسماء إلى آخره، سجدا ورأيت دموع الجبل يشهد، كل حيتكلم الجلودنا حتتكلم، كل شيء فينا حيتكلم يوم القيامة، فما بالك الأرض حتتكلم والجو. كل شوف كل الأشياء دي لها لغات مختلفة عن اللغات اللي احنا نفهمها. أنا مش بتكلم في الفلسفة، لأن في بعض الناس بيشككوا في حديث النملة اللي هو كان ما بين سيدنا سليمان، سمعوا سيدنا سليمان قالت النملة ادخلوا مساكنكم لنحتمنكم سليمان، قالت نملة، بيشككوا في دي، بيشككوا في القرآن. تخيلوا يا شباب، وصلنا لمرحلة ان الروايبضة الفسفوسة الحقير والحقيرة يفتون في الدين وأمثالكم وغيركم من العلماء إيه لا يكون لهم رأي لا في الدين ولا في أي علم من علوم الحياة. نرجع مع أخ مرة أخرى، أقول فيكم بإذن الله، بسم الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، أنتم ما قال فيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أنتم أنت شايف، أنت اللي قاعد هنا في الناحية دي، واللي قاعد هنا، واللي قاعد فوق، واللي كده، واللي قاعد ورايا، واللي قاعد في قفايا، واللي قاعد جنبي، أنت كلكم بلا استثناء الآمنون. ليه؟ لأن ربنا اختاركم للقيام بمهمة هي امتداد لرسالة الأنبياء، وهي جزء من رسالة السماء. أنتم هؤلاء، والقائم مع الأمر المسكين كأمثالكم، كلكم بلا استثناء، كالقائم الذي لا يفطر، يعني اللي قاعد بيصلي ليل ونهار طول عمره ما بيتعبش، دي ما يعملهاش للملائكه، ما يعملهاش للملائكه خالص، او كالصائم او الصائمه التي لا تفطر او الذي لا يفطر، اللي صايم الدهر كله، الدهر كله
إلى أن يلقى ربه. شفتوا بقى أنتوا، لأنتوا أنتوا قيامكم، قيامكم من أجل الفقير والأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. فما بالكم أنتوا بتمر في شهر رمضان اللي بتحول به السنة إلى فرض، والفرض إلى 70 فرض إلى آخر. ما بالكم في شهر رمضان اللي فيه ثلاث أعمدة، الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ما بالكم في شهر رمضان اللي فيه القرآن نزل، كتاب المعجز. ما بالكم في شهر رمضان اللي ربنا أكرمنا فيه بليلة القدر اللي خير من 1000 شهر. مش 83 سنة زي ما الناس بتعد كده. أوعوا تعدوا حسنات ربنا أو الأجر اللي هيعطيه لكم ربنا بصوابعكم، أو تطلعوني من الكالكوليتر كده، شايفين الكالكوليتر هنا، وتقولوا لي ده أنت لو قلت تسبيحة والتسبيحة بعشر حسنات وفي الصفحة دي مش عارف 15 ولا 20 ولا 50 كلمة والكلمة فيها كم حرف، يبقى أنت هتاخد 1000 سنة، 1000 حسنة. أنا أقول لك اللي يقول لك كده فنكوش، لأن هو بيقزم ويحجم عطاء الله لك، لأن عقله مستواه كده. ربنا لما بيأتي يقول يا مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى الحبة واحدة، قال لك 700 دي محسوبة. وبعد كده أنا بس بتلخبط وأقولها بعد كلمات إنجليزي كده لأن تعجمت، والله يضاعف لمن يشاء. تخيلوا بقى، ربنا يضاعف 700، يعني هي واحدة بقت 700، يضعف لك من يشاء. لا زي اللي يقولك انا هروح اصلي في المسجد الاقصى عشان 500 الصلاة ب 500، يقول له انت فنكوش برضك مش فاهم، هو 500 عشان انت يحمسك، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى ان يؤمن عند ربك ب1000 سنة او ب50000 سنة، والسنة عند ربنا غير السنة عندنا، واليوم عند ربنا غير اليوم عندنا. فاوعوا تحسبوا العطاء الرباني ليكم بالكالكوليتر. والله 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 في سماء ما في كمبيوتر سيستم ولا جوجل ولا بوجل ولا عوجل اللي احنا عاملينها دي تستطيع ان تحصي عدد الحسنات التي تأتيكم اذا اخلصتم الدعاء في الليل والناس نيام. مش هتبقى 700، مش هتبقى 1000، هتبقى اشياء لا تتخيلها. لذلك الكالكوليتر عند ربنا بيعمل ايه بقى؟ أنا أقول لكم حاجة، صليتوا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام. عندنا صلى الله عليه وسلم. عندنا كم فيروس بيضرب دلوقتي؟ قدرت عندهم؟ شفت العظمة بتاعت الخالق وضعف المخلوق المتكبر المتجبر؟ كم فيروس؟ كلهم بقى طلعوا من الصين، كلهم طلعوا من الخفافيش، طلعوا من أي حتة. كم فيروس بيضرب في قفانا دلوقتي؟ ومرقدنا ومخوفنا ومنيمنا، وأصبح فتك بيه أشد من القنبلة الذرية والهيدروجينية والحرب العالمية الأولى والثانية. الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا محجوزين في بعض الأماكن، لكن الأخ فيروس ده بقى هو جند من جنود الله، لله جنود لا نعلمها. الغباء جند، ربنا بيهبه لمن يشاء. البركة جند، التوفيق جند. ليه؟ لأنه بدي ليك أنت، أنا عايز أوفقك أنت. أيوة أنت اللي أنا بشاورك، شايف أصبع ده جاي عليك إزاي، بس أعملي بيني وبينك حجاب، انت انا عايز اوفقك. ربنا يقول لك كده، جند من جند الله. فالاخ فيروس ده بقى، الاخت كورونا اللي جايه لنا دي بسم الله ما شاء الله، ولابسه لبس الفانتيشي الكنتيشي اللي احنا عارفينه طبعا، وانت بسم الله ما شاء الله اهل الموضه واهل الجمال واهل الرقه واهل كل حاجه واهل الفن والطرب الله يعني، واهل فيروز واهل اسمه وديع الصافي ومين تاني عندكم وكتير قوي، والراجل اللي اسمه اللي قال شكرا يا ربي ده اسمه ايه، عايش هو بيغني وشاب شكله محلواني زي كلهم. معاه كم فيروس بيضربونه على قفانا كل يوم؟ تقدروا تعدوها؟ لكن دول موجودين عند ربنا كام؟ بالعدد. والفيروس ده هيجي يضرب عن البن، والفيروس ده مش هيضرب علياء وآلاء. شفتوا بقى؟ طير أبابيل لما جاية كان كل حجر في رجليها، كان كل موجه زي صاروخ كمبيوترايزد لشخص معين باسم تكنولوجيا الله. هاي لا مايكروسوفت ولا حسن سوفت ولا علي سوفت ولا سنية سوفت،
وبعدين يوم ربنا سبحانه طلع سيدنا جبريل ما طلع بقرى قوم لوط عليه السلام السماء الدنيا او العليا كان نزل بعد كده نزل عليهم حجاره كل حجر باسم شخص شفتوا بقى. فاللي انا بقى الاعجاز هنا اللي احنا مش عارفين عدد الفيروسات اللي مخوفينه دي نمره واحد. فكمبيوتر ربنا يختلف على الكمبيوتر بتاعنا، فاستعمل كمبيوتر ربنا في انك تترك امرك لله سبحانه وتعالى حتى ترضى انت عن الله. ودي الموقف الجميل اللي حصل لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وهو قاعد مريح نفسه كده يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا سيدنا ابو بكر راجل غني راجل شيك، يعني انا اول ما شفت الضال كان شيك قوي، وانا كنت بزعل قوي من الشياكه اللي هو عامله، انا شكلي ما ينفعش بتاعت مدين. هو في يوم من الايام كان من الشياكه انه جيب بقى بجاكيته، انا افتكرتها جاكيته ايه جاكيته بيجامه مسكت انت جايب جاكيته بيجامه؟ قال لي دي نموذج مش بيجامه طبعا، هي طبعا شكلها لكن هي كانت غاليه جدا. اما انا طبعا فاجي بجزمه من غير شراب، شراب من غير جزمه، كان عندي شنطه كده بسم الله ما شاء الله بالكم شنطه مقطعه كده، انظر اقول لهم الشنطه المقطعه مش هنا، كنت شايلها زي ماشي كده ومفتخر بيها، كانت شنطه سكند هاند طبعا قديمه كده، وبالتو من ايام ما خرجت من مصر، لدرجه اقول لي بقى زي بالتو بتاع السالين كده، فاكرين بالتو بتاع السالين وجورباتشوف الحاجات دي كلها، هو ده كان عندي زي افغاني زمان، يعني كنت شكلي ونضال شيك قوي. انا بقى كنت ايه يعني انت شيك طب وانا بقى اعمل ايه؟ شفت بقى؟ فانتوا ناس طيبين وكويسين. اما نرجع بقى، سيدنا ابو بكر كان رجل غني وموسر، ولما حصل التنافس على من يعطي الله سبحانه وتعالى، فسيدنا عمر حب ان يسبق يقول والله اليوم اسبق او سابق او اتسابق مع ابو بكر، انا هتبرع بنص مالي تيم بالكوا يا شباب. فراح هناك لقى ابو بكر عليه رضي الله عنه وتبرع بماله كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا تركت يا ابو بكر لاولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. خلاص هم في عصمه الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قعد في يوم من الايام بقى بعد حاله بقى رقيق كده ولبس يعني زي جبه كده قديمه وعايش بقى يعني دور يعني حتى زي سيدنا فاكرين مصعب بن عمير اللي كان اجمل واشيك وارقى شباب مكه. شباب مكه لما تمكن الامام من قلبه زهد كل شيء الا حب الله، حب خدمه الله، حب خدمه المسلمين في كل مكان، حب خدمه الانسانيه. فلما سيدنا ابو بكر كان قاعد كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل، الكلمه دي ليكم كلكم مش ليا انا لوحدي، واتمنى ان كلكم يكونوا ابو بكر، كلكم يكونوا مصعب، وكلكم يكونوا عمار بن ياسر، وكلكم يكونوا سميه، وكلكم يكونوا عائشه، وكلكم يكونوا فاطمه، وكلكم يكونوا خديجه باذن الله سبحانه وتعالى. فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه عليه السلام قال له ان الله يقرئك السلام، ويسال ما حال اخيك؟ قال إنه تصدق بماله على الله قبل الهجرة. فشوفوا الرد الرباني يقول إيه بقى؟ يقول له قل له، لما فد اللي هقوله ده يبقى لكل واحد فيكم، قل له إن الله يبلغك السلام يا أبا بكر. يعني ربنا بيقول لك سلام عليكم يا أبا بكر. تخيلوا بقى أنتوا لو عندنا من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عندكم ماشي في الشارع وسلام عليك ازاي كان دار؟ الله دي الملكة كلمتني، دي سلمت عليا، دي عرفت اسمي. في الوقت ده مين اللي قال السلام؟ ان الله يقرئك السلام يا ابو بكر. مش دي بس، يقول ايه بقى؟ ويسال ابو بكر. يقول ابو بكر يقول له ايه؟ يقول له أأنت راض عني يا ابا بكر؟ وكأنه يسال ابا بكر في حالتي هذه برضاه عن الله سبحانه وتعالى. ورضى عن حاله التي وصل الله إليها بعد أن أعطى كل ما له إلى الله سبحانه وتعالى. فلما سيدنا أبو بكر استمع لهذه الكلمة قال وهو يبكي ويهتز أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي. فهذه هي العلاقة
اللي بين أبو بكر أو هؤلاء الناس وبين ربنا، ولابد أن تكون العلاقة دي بيننا إحنا أصلا وبين ربنا، ثم بيننا بالمجتمع. أرجع عشان أختم لأن اتكلمت كتير يعني من حب فيكم يعني نسيت نفسي. أقول إن إحنا لنا رسالة ولنا مهمة ولنا قيم ولنا أخلاق ولنا أهداف هنحققها ولنا أجل محدود لابد أن ننجز فيه قبل أن ينقضي أجلا. وفعملنا اللي إحنا بنقوم به حاليا، ولبنان دلوقتي وامتحنا باللاجئين السوريين والفلسطينيين وغيرهم، عملنا أننا نستشعر بلا أدنى شك أننا خدما لهؤلاء، وأنهم هم من يعطوننا رواتبنا الشهرية، وهم من نحن نعمل ونعيش في بحبوحة العيش من خيرهم الذي تمنح المؤسسة إياه. فلا بد علينا أن نستشعر حاجة الفقير والأرملة واليتيم ونحن نتعامل معهم ونحن نصرف أموالهم علينا وعلى أهلنا. جزاكم الله خيرا ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. دكتور هاني جزاك الله خير. رسالة كنت الحقيقة بحتاج أنك أنت ترجع تذكرني فيها مرة تانية. وزاكم الله خير. نعم البيجامة؟ لا 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 مش البيجامة لا، بس انه يعني الخير اللي نحن فيه والبحبوحة اللي نحن فيها هي من فضل هؤلاء الناس اللي نحن عم نخدمهم. وهذه الحقيقة الرسالة لازم توصل لكل العاملين في القطاع الإنساني. بدي استفيد من هالفرصة هيدي وافتح المجال إذا حدا عنده أي سؤال للدكتور هاني عن أي موضوع يتعلق بالمحاضرة فليتفضل مشكورا. أي حدا بيقدر يفتح الأنميوت يسأل السؤال تبعه وينتظر السؤال وينتظر الإجابة إن شاء الله. تفضلوا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. مشتاقون. في سؤال فقط. في سؤال، ما مستقبل العمل الخيري بعد جائحة كورونا؟ يا أخي كانت في ورقة بعد ذلك كان ضار. كان فيها 60 نوت. خلينا بعد ذلك دلوقتي. طبعا كتبتها دي. يعني وأنا ما أقولش مستقبل عمل خيري، بتكلم على مستقبل يعني شكلنا بعد الكورونا. حتى فاطمة بترد علي النهاردة تقول لي ليه أنت ما اتكلمتش كتير ووسعت بحثت في العمل الخيري والعمل الإنساني. العمل الخيري حاليا دخل في منعطف كان مكان يعني كان منعطف اللي هو الكوارث التي لم تكن محسوبة كيف نتعامل معه؟ يعني احنا عارفين الفيضانات، عارفين الزلازل، عارفين البراكين، عارفين الحروب والنزوح، عارفين كل الحاجات دي كلها. لكن كنا بقوانا هذه وإمكانياتنا هذه نجلس في البيوت خائفين مرعوبين. تحول العمل من منظومة تقليدية في الماضي إلى منظومة إلكترونية، إلى منظومة تقنية، إلى منظومة تعتمد اعتماد كامل على المعلومة مش على العواطف والعلاقات العامة، لا على المعلومة. وجنب المعلومة صدق الذي يوصلها إليه، لأن زي ما شايفين كل العالم دلوقتي أصبحنا نعيش فيه يعني طوعا أو كرها. الذي لا يستطيع أن يتعامل مع العالم الافتراضي هو خارج الدنيا وخارج الدنيا. المؤسسات التي ليس لها قوة والأشخاص الذين لا يتعاملون مع العالم الافتراضي اللي هو كل اللي هو
الانترنت والاخواتها دي اسد محله او سينزوج. الخطابه بقى والحفلات والحاجات دي مش هتكون موجوده زي زمان. التباعد بين الشخص والشخص مش هيكون موجود، بس مش يعني مش هنقارب زي زمان وهكذا. تقييم البرامج، تنفيذ البرامج، كل الحاجات دي هيكون لها نوع اخر من التقييم والتنفيذ والمتابعه غير اللي كان ايه موجود قبل كده. فاحنا كنا قلنا اصلنا قلت كذا كلمه عن الكورونا عندي على الصفحه، عن شو مش على الصفحه، على اليوتيوب. انا اليوتيوب بتاع اسمها هاني البنا، عايزين تخشوا. بس اخر واحده اللي انا كتبتها ولسه ما قلتهاش، اللي هي ما العالم هيكون شكل ايه بعد الكورونا. فكل هذه المتغيرات هيكون الثابت الوحيد فيها متغير. شفت بقى الثابت الوحيد في كل هذه المتغيرات متغير، اللي هو ايه؟ اللي هو المجال الفضائي اللي احنا بيه بنعمل فيه من خلال البرامج والابس والتواصل الاجتماعي. سؤالك مهم جدا. كل شيء بالنسبه لنا احنا لابد نستعد له. حتى الانفاق بتاعنا هيتغير، حتى السياسات بتاعتنا هتتغير، حتى اخلاقياتنا هتتغير. الحمد لله من محاسن الكورونا ان طبعا دلوقتي الكين كين 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 والبين كين 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 اللي كان بيحصل ده بين كذا وكذا، يعني ايه واخدك على الروشه وكذا، لا الواحد هيخاف، لا هي تعرف مع مين ولا هو يعرف مين. والمهنه اللي كانت بتمتهن من بعض النساء او الرجال في هذا المجال هتنتهي. اتبعكم يا شباب. وبعد الاماكن الضلمه وديسكو دابيسكو والحاجات دي كلها، يعني ايه كنت انا بسمع لواحد اسمه عمرو واكد، ممثل، هو ممثل مصري بيمثل في امريكا دلوقتي، كان بيقول ان اعتقد هوليوود او بعض شركات السينما الامريكيه بدات تعمل اللي هو التباعد الاجتماعي ما بين الممثلين. لو كان في مشهد فيه قرب من رجل وامراه، او قرب اثنين رجاله بيتخانقوا مع بعض او وهكذا، بيستعيدوا عنه بالجرافيك مش الانيميشن، يعني مش الاتساق الجسدي زي ما احنا كنا بنشوفه زمان. اديكم ليها فايده علشان ترجع هؤلاء الناس اللي منهم انا خطوه الاولى عشان يفكر الحياه بتاعته في الدنيا بتاعته الى اخره. فلذلك العمل الخيري لابد كل واحد فينا، يا اخ من حضرتك ايه اللي كلمه ده عشان بس اديب اسمه، الاخ عمر قشوع، عمر قشوع من بريطانيا. كان عمر لابد انت يكون عندك رؤيه، ما تعتمدش عليا انا لوحدي. لابد كل واحد فينا يكون عنده رؤيه كيف سننمي، شفت بقى خد بالك، كيف سننمي ونقوي العمل الخيري والعمل الانساني بعد الكورونا، مش كيف سنغلق. كيف سنغلق دي مش موجوده على 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 طاوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في وسط في الظلام الهالك للحروب كان يقول لهم رأيت قصور قيصر وكسرى إلى آخره. لا لا لا، الرجل ده بيتكلم عن إيه؟ المنافقين كانوا يقولوا كده، احنا مش خايفين نخرج بره، هو بيكلمنا على الفتوحات بتاعت كذا واليمن وروما وكذا إلى آخره. ففي الوقت ده يا أخ عمر لابد أن يكون لك أنت وكل واحد يعني معانا في الغرفة رؤية، ونجمع هذه الرؤى لتصبح للمؤسسة في لبنان رؤية على ما بعد الكورونا. لأن ما فيش حد فينا ملهم، نبي ملهم ورسول منزل ولا وما فيش حد فينا يوحى عليه، لكن كلنا شايفين زي ما هنتعلم زمان في المانجمنت، إن في المانجمنت جابوا أوضة ظلمة وكان فيها فيل ودخلوا الناس اللي قالوا لهم اوصفوا الشخص الحيوان اللي قدامكم، اللي وصفوا كديل، اللي وصفوا كرجل، اللي وصفوا كزلومة، اللي وصفه كودن، اللي وصفه كبطن، لكن كلنا وصفناه كفيل. فلذلك يا خندال السؤال ده يسأل لجميع اللي موجودين عندنا، سؤال جميل، هو ماذا ستصبح الإغاثة الإسلامية في لبنان بعد كورونا، وكما هو شكل العمل الإنساني بعد كورونا. جزاكم الله خير. أنا قلت بعض لكن مش عايز أديك محاضرة طويلة،
لان انا يعني لكن عايز يعني اسمعها موجوده على اليوتيوب عندي ان شاء الله. في كان اخ ثاني كان شباب معلش بس سكرنا الفيديوهات لانه عم بياثر على الباند. اذا بدك تسال سؤال تفضل اخ احمد تفضل. في اخت كانت بتتكلم. السلام عليكم دكتور هاني، معك ام حسين الصيفي. الله يجزيك الخير والله يبارك فيك والله يجعلنا اهل لهذا العمل ان شاء الله. ما 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 دور النيه في هذا العمل؟ هي الاساس، يعني ان لم تكن ربع الدين فهي نص الدين، فهي الدين كله. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني انا دلوقتي بخاف ان انا اكلمكم عشان قلبي يزغزغني ان انا عايز اشتهر وانتوا تطنطنوا عليا وتقولوا جزاك الله خير. فالامر ده الشيطان يعني تبقى انت ماشيه في طريق كده ومركزه في النيه، تبص تلاقي حتى قدامك صوره. يعني مثلا كنت عايز اعمل ايفنت يعني حاجه يعني وانا بفكر فيها بمنتهى الاخلاص، يوم الشيطان جايب لي ايه؟ جايب لي صوره الناس بقى بتحييني. فتوه اتوه الله. طب التركيز الاولاني كان مركز على مثلا ان انا عايز اعمل كذا 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 كذا، تيجي الصوره دي تبقى براقه زي ما كان احد العلماء رضي الله عنهم ان شاء الله يكون هم مرضيين عنهم، شايف الشافعي او غيره، وهو بيموت وهو بيطلع في الروح كان دايما يجي الشيطان يقول له انت اعظم العلماء وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، عشان يخرج من التركيز في لقاء الله. هو كان هو يعني في غيبوبتي يقول لا 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 لا. فلما فهم الغيبوبة الناس كانوا انت بتقول لا على ايه؟ قال كان يأتيني الشيطان يخدعني، لانه الى اخر ثانية في حياة العالم المخلص المجاهد عايز ياخده الشيطان ويرميه في الجحيم. فالنية لازم تكون مع كل عمل، مش فقط العمل الإنساني، مع كل عمل، من الأكل، من الشرب، من الدراسة، الإنفاق، النصح، العمل اللي احنا نقول به ده، لازم تكون خالصة. وكل العبادة في الإسلام زي ما احنا عرفنا يعني وانا اسجدوا واركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني ربنا قال اسجدوا واركعوا، خلاص ده جزء من العبادة. فعل الخير هو عبادة أخرى لو نحن صدقنا فيها النية، لو نحن صدقنا فيها النية. لذلك لما كان سيدنا عبد الله بن عباس في الحرم وشاف شاب معتكف في رمضان، قال له إني سمعت صاحب هذا القبر أو صاحب هذا المقام يقول ليقضين الله من كان في حاجة أخيه، ها كان خير لهم من الاعتكاف في مسجدي هذا إما شهر أو اثنين أو ثلاثة. الاعتكاف اللي هو في رمضان، اللي هو في مسجد الرسول، اللي هو الصلاة بألف صلاة زي ما احنا بنعد بالايه بالحاسب ده. تتخيلي بقى ان واحد يجي يقول لك الحقيني وانت معتكف، تخرجي معاه واحد يقول لك انا معتكف مش حاخر، تعالي بعد اسبوع. يكون اللي مات مات، واللي عي عي، واللي اتكسر اتكسر، واللي اتخرب بيته خرب بيته. اعتكافي انا ليا، لكن عملي في الشارع للمجتمع، وده لي اجر وده لي أجور كبيرة. فلذلك النية يا شباب كل يوم، يا رب يا رب بس ربنا يذكرنا كل يوم وكل ثانية في كل عمل نقوله، عشان يتحول كل عمل بنقوم فيه من مجرد عمل عادي إلى عبادة ربنا. شكرا يا أم حسين. جزاك الله خير دكتور. أي مصطفى تفضل حبيبي. السلام عليكم دكتور. أنا بقدر دكتور، نحن بالإضافة إلى الأزمة كورونا للأسف نعيش أزمة اقتصادية جدا صعبة، فكيف نحن ممكن كإغاثة وكجمعيات نزيد من المشاريع ونزيد من المبادرات حتى نلبي حاجة هذا المجتمع؟ جزاك الله خير. طيب أزمة اقتصادية ليها أسباب كثيرة جدا وأنتوا عارفينها أكتر مني، وأزمة كورونا ليها أسباب كثيرة جدا. أنت كعامل مجتمعي لابد تبتدي
تبدأ تعتمد على المشاريع الغير مكلفة، الغير مكلفة، لأن كلما ازداد عدد الأزمات داخل المجتمع كلما ازداد حاجة الجمعية لإنفاق أموال على المشاريع هتعملها، صح؟ في مشاريع مبدعة، في مشاريع غير مبدعة، في مشاريع مكلفة، في مشاريع غير مكلفة. وأهم المشاريع غير مكلفة هي اللي هي الاعتماد على القدرات المحلية. أنا أقول لنفس الشيء، أنا عندي دلوقتي شباب في الحي أو في الضيعة أو إلى آخره، أنا بستفيد منهم كمتطوعين يعملوا لي أشياء يخلوا قيمة المشروع ده من تنزل من 10,000 أو 20,000 دولار أو جنيه إلى 5 أو 7 أو 8. هل أنا بتبنى مبادرات؟ مبادرات ما بتكلفش كتير، وأحول هذه المبادرات لما تنجح إلى مشاريع. إحنا ننظر فقط للمشاريع يا أخ مصطفى إن إحنا عايزين ميزانية من الإغاثة، صح؟ من حقك، من حقك، لكن أنا ممكن أعمل ميزانيتي، ممكن الميزانية بتاعتي هي كفاءات بشرية، هي أفكار إبداعية، هي في مبادرات مجتمعية. فده لما بيطلع كأنك أنت هي الحبة التي أنبتت 7 سنابل، كأن يعني أنت الإبداع اللي عندك ده وعند الشباب زي الحبة، مجرد ما الناس هتشوف السنابل في الزرعة بتاعتك هيجولك عشان يشتروا الإنتاج بتاعك. سواء كان الإنتاج ده هيشترى من الإغاثة كأم أو من المجتمع المحلي اللي معاك. فلذلك أنا عايز أعتمد في حل الأزمة بتاعتنا إحنا، سواء كانت أزمة مادية أو أزمة إبداع، على الشباب وعلى الحلول المحلية وعلى البدء باليسير والبسيط. أنا مش هنزل بقى أقول والله ده أنا عايز أكفي مدينة بحالها، لا، أنا على مستوى الأحياء ومستوى الشوارع إن أنا عايز أعمل إيه؟ إن أنا عايز الشباب اللي هناك هم يملكوا هذه المبادرة وينفذوها زي ما حصل في كتير جدا من إيه؟ من الأماكن في العالم، وبعد كده هو المجتمع يلتحم عليهم وأن أنا أجي أؤطر لهم. فنحول الموظفين اللي عندنا إنهم من عدم إنهم يعتمدوا فقط على الدعم بتاع المكتب، لأن يعتمدوا أيضا على الدعم الفكري والبدني والثقافي بتاع المجتمع اللي هم عايشين فيه. مشكلتنا كتير جدا يا شباب إن إحنا دايما بنجلد المكتب الرئيسي ونقول عايزين عايزين عايزين. أنا دلوقتي هقول لكم حاجة. أنا عندي جمعيات، كل الجمعيات بتعاني اللي أنت بتعانيه بالظبط، أموال، وأدمجنا جمعيتين مع بعض عشان مش عارفين نمشيهم. عندناش ميزانية 100,000 دولار أو 100,000 جنيه في السنة، فدمجنا جمعيتين مع بعض. وأنا قاعد معاك بكلمك دلوقتي، أنا بعمل إيه؟ أنا أول حاجة بأرفع من روحي أنا المعنوية، بتواصل معاك عشان أتعلم منك وأخذ خبرتك إلى حد تاني، واستعملت العالم الافتراضي ده عشان اتواصل بيه مع كل الناس، وده اللي انت ممكن تستفيد فيه من الشباب الكثر اللي عندكم تدوم الاموال البسيطه اللي هي على مستوى انهم ايه زي ما تقول متطوعين يعني، وانتوا تدربوهم تمكنوهم من مكان صغير يقعدوا فيه علشان هم يعملوا لك الخدمه اللي انت عايزها، او تنزل لهم في الحواري والشوارع وتقعد معاهم وتعمل بيهم مشاريع صغيره. حذاري ان احنا اما نيجي عشان نزود مشاريع ان احنا نبدا بمشروع كبير مش هيجي لك المال فيه. ده دايما انا بذكر المثل ده، تنظيف او ازاله الركام في الموسم. كانت الميزانيات بتاعت قدموها للأمم المتحدة، الأمم المتحدة احنا عايزين الحي ده والحي ده 300,000 دولار عشان يعني نجيب الآليات والحاجة دي كده. فشاب موصلي جميل يعني، جميل في الفكر يعني، عمل حاجة اسمها الدمبر اللي هو زي التوك توك الرفيع ده، لأن أغلب الموصل فيه حواري قديمة،
وكان بيدي دولار او 2 دولار لسواق الدمبر يخش في الحاره دي اللي عرضها 200 او 3 متر، يعني مش ممكن حد يدخل فيها عربيه او شاحنه، يشيل الركام ويخرجه بره، يشيل الركام باقل من 30,000 دولار. يا اخ مصطفى نظف 10 احياء واعطوه جايزه في دبي او في دوله ثانيه جايزه ابداع، لان شاف احنا عندنا ايه في المجتمع، عندنا اللي هو بنسميه العربيه الرفيعه دي اللي هي زي موتوسيكل ووراه ايه صندوق، الموتوسيكل ده هيشتغل في اليوم وانا حد يجيب البنزين للراجل واديله 2 دولار في اليوم. 10 احياء نظفهم اخونا بالمشروع بتاعه. فلذلك لو انا اعتمدت على المجتمع اللي معايا وحسست المجتمع ان انا جزء منه وهو جزء مني، هيلتف حواليا بابداعه وبابناء. لو انا اعتمدت فقط على نفسي وعلى الميزانيه بتجيلي من الاغاثه الاسلاميه، ها هكون في ايه؟ في اللي احنا شايفينه دلوقتي، نحن نعاني فقط. فلذلك انا عايز اقول ما بين الواقع والحقيقه شيء في النص هو انت وانا. يعني هقول لك حاجه اخ مصطفى، لما بدات الاغاثه الاسلاميه من 37 سنه دلوقتي تقريبا، كان عندها ايه؟ ولا حاجه. كان رئيسها مين؟ ولا شيء. كان مؤسسها مين؟ ولا يذكر. كان مكتبها فين؟ مفيش. كان عنوانها ايه؟ رقم بس. كان كم موظفين عندها؟ ولا. كله ولا 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 ولا. واخد بالك؟ فاحنا عايزين يا اخ مصطفى ويا اخ عمر ويا اخت ام حسين اننا نعمل ايه؟ اننا ننزل للمجتمع بتاعنا، نعيش ونتعايش معه، ونبتدي نطلع الدرر المبدعة من داخل المجتمع، نحولها لمبادرات قليلة التكلفة. قد يكون في بعض الناس في الحي ده من مصريين، ممكن يتكلف المبادرة دي لو كانت هي 200 دولار 300 دولار 500 دولار، غير لما تعمل لي مشروع ب 20,000 و 50,000 و 100,000 دولار من أول يوم. فالموسر الثري اللي في الحي مش هيقدر يتفرج 10,000 دولار في ظل الازمه الاقتصاديه، والرئاسه الاسلاميه قال لك انا عندي مصاريف كتيره جدا، لكن احنا لو عملنا المبادرات دي وشجعنا الشباب فيها ممكن تحول هذه المبادرات الى مشروع الى مشاريع. الامر الثاني اللي هو اعتمد على المشاريع الصغيره اللي هي الخدميه بتاع ايه؟ اللي هي بنسميها ايه يا ربي؟ التنميه الاسريه. انا اشوف اي حد بيسمعني وانا بتكلم معاه يعني دايما انا بتكلم عليها، الاخت المنتجه والابن المنتج والزوج المنتج والاب المنتج، وبتكلم عن الاسواق الشعبيه. تخيل انت مثلا يا اخ مصطفى رحت البلديه في اي مدينه من المدن وقلت لهم ادوني حته ارض هكتار مثلا، انا هعمل سوق شعبي للناس. انا ما اعرفش القوانين عندكم شكلها ايه، السوق الشعبي انت هتجيب الفقراء من الاهالي يعرضوا حاجاتهم كل يوم، اللي هيجيب بسبوسه، اللي هيجيب كشري، اللي هيجيب مش عارف هدوم، اللي هيجيب كذا كذا كذا، ابداعات. خد بالك؟ وهتاخد الاجر الرمزي بتاع الطاوله اللي هي واقفه عليه. ده مشروع من المشاريع انت بداته مش هيكلفك كتير، لان الاتفاق بينك وبين البلديه، شوف هل البلديه هتديك صلاحيات وتخفيضات عشان تاخد ارض دي؟ الى اخره. انا بس بتكلم الحاجات دي كلها لان احنا دايما نعتمد على المانح الاجنبي اللي هو مش وطني. علاقتي انا بالبلديات في لبنان، علاقتي بالمجتمعات اللي انا بشتغل فيها في لبنان، علاقتي بالناس اللي انا بشتغل معاهم في لبنان. كل هذه الاشياء هتحل جزء من المشكله اللي احنا ممكن نواجهها. ده مش معناه انك ما تكلمش الاغاثه الاسلاميه وتقول اديني فلوس، لا. ده مسار وده مسار. شكرا يا اخو مصطفى، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي علي ضياء مرجعيون. هلا دكتور علي، الله يكرمك يا دكتور، تفضل يا دكتور. السلام عليكم جميعا. انا بس بدي اقول للدكتور هاني
بمنطقتنا بدأنا بتصنيع الموني البلدية. ما عرفش إذا كنت حضرتك بتعرف إيه هي صناعة يدوية في كل بيت، وبدأنا بتجميعها من 20 يوم. اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ مونة بلدية، يعني زي الكشري بتسويه في البيت. احنا أيوة. بنسوي أيوة. كل الصناعات موجودة هنا، زي الزيت وبتاع، يعني في أسماء كتيرة مش عايز أقولها، بس بنجمع الحاجات دي وهي بتربح في الأسواق عشان الناس بحاجة لهذه المواد الزراعية. نعود للزراعة، نعود للصناعة اليدوية. فهذا إثبات لكلام حضرتك، وشكرا على كل اللي تفضلتوا فيه. الف تمنياتنا حياتي ان انا جيلك في مرجعيون حضرتك. نعم نعم. واكل من منى البلديه دي. يا سلام. انا شممها دلوقتي. انت اخذت من منى البلديه مرجعيون؟ ها؟ جربت المنى البلديه من مرجعيون؟ لا، انا هاجي لك بعد الكره لما تمشي. اما نقول كورونا بعيد يا كورونا بعيد يا كورونا، هاجي لك انا اكل من مويه. خلاص، ولا يهمك ولا يهمك. حضرتك بتشرف، وكل اللي مستمعين بيتفضلوا ان شاء الله بعد كورونا المكتب مكتبهم والمكان مكانهم. بس لقينا نتيجه كتير حلوه بجمع المونة البلديه دي، وهي يعني اليوم مطلوبه جدا عشان تكلفتها اقل. مش ما بسمعش كويس عشان فيه تقطيع، بس انا ادعو كل الناس اللي موجودين دلوقتي معنا بس يريدوا يشرفوا في مرجع عيون، ميت اهلا وسهلا بهم. شكرا لك من الخير. طبعا دكتور علي من الشركاء المحليين اللي نحن بنشتغل، اللي بنفتخر ونتشرف انه نحن بنشتغل نحن وياه بمنطقه مرجع عيون، وجزا الله خير. يعني دائما دائما في تواصل ودائما في تعاون على خدمة الفقراء والمعوزين في منطقة الجنوب. هل في حد عنده أسئلة تانية؟ نعم تفضل. أنا زهير من جمعية أطفال جليل في بعلبك. أهلا وسهلا. نحن جمعية بمخيم للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، بمخيم الجليل اسمه. نحن منقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين، للاجئين السوريين، ويعني وللنطاق اللي حوالينا. كنت حابب بس أسأل الدكتور سؤال. دكتور هاني، أنت بتعرف بظل الظروف اللي عم يمرق فيها هلأ لبنان والبلد، حضرتك كنت عم تحكي عن المبادرات الشبابية، فيك ممكن بس تقولنا كيف ممكن نحن نعطي عامل أو عفوا نعطي حافز المبادرات هاي بين الشباب، خصوصا أنت يعني يمكن عندك اطلاع هلأ على الوضع اللي بلبنان، من بطالة لمشاكل اجتماعية وسياسية. طب كيف فينا ممكن نحن أنه نعطي حافز للشباب لحتى يقوموا بهاي المبادرات ونضمن استمرارية هاي المبادرات؟ نحن عم نعمل مبادرات ولكن للأسف الشديد ما عم تتصف بعامل الاستمرارية، عم تبدأ وتنتهي بنقطة معينة. يعني كيف نحن ممكن نضمن استمرارية المبادرات الشبابية؟ شوف يا أخ زهير، إن لم يؤمن الشاب بالمبادرة لن تنجح المبادرة. المبادرات لو إحنا الفجوة أو الهوة اللي بيننا وبين الشباب في المخيمات مش موجودة، وبدأ الشباب يلتف حوالينا، أول شيء في نجاح المبادرة يا أخ زهير هي أن نستمع للشباب ولا نفرض عليهم شيء فوقي، ونكون إحنا المنصة التي تجمعهم ليحققوا ما يريدون تحقيقه. إن كان ما يريد يحققه ده يستلم مع القوانين، نقول لهم ده غلط وده صح، ونخليهم هم اللي يقودوا المبادرة، وهم اللي يعملوا المبادرة، وهم اللي ينفذوا المبادرة. وده اللي احنا بنسميه الparticipatory approach، اللي هو كان بدأ الناس في المؤسسات الدولية في المخيمات يجعلوا
للازحين واللاجئين داخل المخيم، رأي في إدارة المخيم، رأي في مشاريع المخيم، رأي في برامج المخيم، رأي في حماية المخيم. فأصبح النازح واللاجئ اللي بيعيش في المخيم هو اللي بيقوم على المخيم. خدت بالك؟ ما فيش شيء هينمو يا أخ زهير إلا إذا أحبه الشاب وآمن به وأخلص له. فلذلك أنت دورك إيه يا زهير؟ أنت تجمع الشباب وتقول لهم اتكلموا. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بنينا حاجة اسمها المنتدى الإنساني في العالم؟ كانت فكرة، مجرد فكرة، فكرة فقط. وده شيء من الأشياء اللي خلاني أترك الإغاثة في سنة 2008 عشان أخرج للمبادرات دي، كانت كلها مبادرات وإحنا عايشين فيها بقالنا 12 سنة، اللي هو عشان نبني الجسر ما بين المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية في العالم على مستوى العمل الإنساني والعمل التنموي. عملنا 14 ورشة عمل، 14 دولة من أندونيسيا لجنوب أفريقيا لبريطانيا للخليج لكذا لكذا لإيطاليا ربي تركيا باكستان ماليزيا وهكذا، في أقل من 8 أشهر. عملنا في آخر 10 أيام في رمضان يا أخ زهير ورشة في سوريا، زيارة للأردن، ورشة في اليمن، ورشة في أندونيسيا. شوف أنا رحت جيت منين؟ شايف أنا جاي منين؟ جاي من دمشق، وقفت في عمان، عملت ورشة في دمشق، عملنا ورشة في دمشق، وعملنا ورشة في عمان، ما عملناش ورشة في عمان بس قابلنا أحد الأمراء في عمان، عملنا ورشة في اليمن، وبعدين قابلنا ناس في الدوحة ترانزيت، وبعدين بقى كده سافرنا على أندونيسيا، عملنا ورشة. بقى نزلنا فقا كده حق على أنقرة، عملنا آخر ورشة. كم ورشة بقى؟ 4 ولا 5؟ شوف يا زهير في آخر 10 أيام. تعرف فلسفة الورشة كانت إيه يا أخ زهير؟ وفكرة الورشة كانت إيه؟ أنتوا تتحدثون ونحن نسمعكم. في الـ14 ورشة بلغات مختلفة، التركية والعربية والإنجليزية وخبر حضرتك، والأردو والماليزي والبهاسة أخبرك وهكذا، طلعت النتيجة زي كل المجتمع عايز حاجة، 5 حاجات. لأن احنا خلينا المجتمع يتكلم، جعلنا المجتمع يتكلم ونحن نصمت لنسمع ونأخذ الآراء. ايه مشاكلكم؟ قلنا لهم ارسموا لنا شجرة المشاكل. أول حاجة بناء القدرات، ثاني حاجة الحكومة الرشيدة، ثالث حاجة مش عارفين المعايير الإنسانية، تلك حاجة اللي هو رابع حاجة اللي هو التواصل اللي هو الكوميونيكيشن نتورك، رابع خامس حاجة بناء الجسور. بناء الجسور دي احنا جابها من عندنا احنا اللي بريدج بيل، لكن الأربعة دول تخيل بقى 14 دولة، أكثر من 1200 مشارك في الـ14 ورشة بلغته المحلية، دون اسمعني دي بقى، دون أن نتدخل في شيء. احنا كنا بنعمله ايه يا اخ زهير؟ نجيب القاعة ونقول لهم تعالوا، ونجيب لهم ناس من اهل البلد من عندهم يسمعوهم ويكتبوا الايه محضر الاجتماع بدون اي اجندة. ان احنا كنا بنسميها ايه، دي حاجة جديدة اسمها ايه، نو اجندة ميتينج، يعني تعالوا عدوا انتوا اتكلموا، هاد الشباب بيتكلموا عندك، مش هيبدعوا يا اخ زهير أو يا أخ مصطفى اللي كنت بتتكلم عن نفس الأزمة الاقتصادية إلا لما يتمأنوا ويثقوا فيك. في حاجات عندهم أحلام وأمال في أفئدتهم سواء كانوا شباب ولا شباب، مش هيطلعوها إلا لما يثقوا فيك. ده البنت اللي بتخاف من أبوها ما بتتكلمش بكش، والولد بكش، إلا لو بنيت الكوبري بتاع الثقة بيني وبين ابني وبيني وبين بنتي، أو بنيت الكوبري بتاع الثقة بيني وبين الشباب في المجتمع اللي أنا فيه. فدي أول خطوة، ان انا استمع وبعدين اخليهم يقرروا كل واحد فيهم عايز يعمل مبادره، يتفقوا على مبادره. اديك مثال تاني، رحنا الصومال في 2005 بطياره خاصه، طبعا كانوا بيطلعوا لنا اشاعات زمان، بس الرحله دي يعني الاصل فيه انه ما يرجعش،
السلاح موجود والقتل موجود الى اخره. فاجتمعنا عملنا اجتماع كده في مكان مش عارف احنا حتى كنا عايشين فين، نزلنا يعني ما كانش في اوتيلات الى اخره، كنا عايشين في غرفه كده. وجينا ممثلين عن وزاره الري ووزاره التعليم ووزاره العدل ووزاره الصحه وست سبع ثمان وزارات، كل واحد بيبقى يتكلم عن مشروع. واحنا ساكتين، احنا ساكتين نسمع. احنا بنعمل ايه؟ بنسمع. ان اسمع، لو انت بتقول انجليزي يا مرسي، ان اسمع، شوف الانجليزي بتاعي ازاي. ابداعك يا اخ زهير انت ومصطفى انك تضيفوا على اللغه الانجليزيه مصطلحات الانجليزي ما يفهموهاش لكن استعملوها تصبح مبدع معايا. انا هفقعكم كلمه دلوقتي واسمعوها مني، ولو عرفتوا تترجموها اديكم اللي في جيبي، وانا ما فيش في جيبي ولا مليم. كريتشيريتيريانزم، 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 سامع عن ايده؟ نرجع ها؟ دي كلمة احنا طلعناها من 14 سنة. كريتشيريتيريانزم دي لها محاضرة لوحدها. فكل وزير او كل مسؤول في الوزارة اللي جه حط البضاعة بتاعته، احنا قلنا لهم شوفوا صليتوا على النبي يا رجالة، احنا معانا 100,000 دولار وعايزين مشروع واحد. ما فرضناش المشروع عليهم، سمحنا لهم انهم يبنوا جذور الثقه بيننا وبينهم، فكل واحد افاض بما عنده. ايه المشروع اللي انتوا تتفقوا عليه؟ كلهم بلا استثناء نسيوا مشاريعهم الخاصه وجابوا اقوى واكبر مشروع عام وهو المياه. المياه 8 ولا 9 اللي كانوا معانا في الغرفه قالوا المياه. يبقى هنا احنا في الجلسه دي عملنا ايه يا اخ زهير؟ بنينا ثقه بيننا وبينهم، سمعنا لهم لمده ساعه او اكثر من ساعه، وقعدنا ائتلفنا معهم وقلنا لهم طب خلاص. اختاروا لكم انتم مشروع، اختاروا الميه. الى الان المشكله الاولى القاتلة في الصومال هي المية، سواء كانت للشرب أو للحيوانات أو للزراعة. جزاكم الله خير. هات الشباب وقعد معاهم وخليهم يتكلموا وخليهم يحسوا أنهم مبدعين. كان في شاب هنا مبدع في بريطانيا جاب بنته وسماها أصغر مديرة تنفيذية، أصغر CEO، كان عندها 10 سنين أو 11 سنة، وسفرها في بعض البلاد وخليها تتمثل شخصية CEO. الناس بينمي فيها قدرات. فانت بالتالي العمل مع الشباب في المخيمات ومع الاطفال عمل مش عمل تقليدي، مش عمل يعتمد على المال، عمل يعتمد على مدى قربك انت من فؤاد كل طفل او كل شاب او كل رجل او كل امراه. صحيح دكتور، صحيح. جزاكم الله خير. جزاك الله كل خير، شكرا. خلي بالك جزاكم الله خير يا زهير، يا العمل مش وصف وظيفي، العمل مهمة ربانية اللي انت بتقوم به، ليس وصف وظيفي، لان مهما كان ذكرنا لك في الوصف الوظيفي شيء لن يتحول لمهمة ربانية الا اذا انت حولته او انت حولتي. نعم، خلينا نضال. بارك الله، جزاك الله خير يا اخ زهير، شكرا يا دكتور. صفاء عندك سؤال بدك تسأليه؟ أخ صفاء عندك سؤال بدك تسأليه؟ أستاذ نضال أنا ممكن أحكي؟ نزار لبابيدي. بس لأنه صفاء طلعت فيديو يمكن بدها تسأل فيه. أوكي خلاص، طيب تفضل استاذ نزار. السلام عليكم جميعا، وشكرا لدكتور البنا على الكلام الجميل، وشكرا لاستاذ نضال لانه استضافنا بهاللقاء الحلو كونه انه مشارك للاغاثه الاسلاميه على الارض. نحن هون الحقيقه المتغيرات الاقتصاديه والوضع الاجتماعي بلبنان عم يتغير بشكل سريع جدا،
من أزمة اقتصادية حالية وكورونا وما إلى هنالك، وبالتالي مطلوب العمل بالطريقة اللي ذكرها الدكتور البنا والابتكار الأفكار والمبادرات. هالشيء هذا جميل جدا، ولكن نحن بحاجة لسرعة العمل وسرعة أخذ القرارات والبروسيدجرز بالعمل. الأستاذ نضال كثير عم بيساعدنا بهالأمور هاي، ولكن يبدو أنه البروسيدجرز بالإغاثة الإسلامية اللي ما عم تطلع لبرا عم بتكون بطيئة. فدكتور لو تقدروا تساعدونا بهالبروسيدجرز لنقدر نكون حركتنا سريعة، فشو ممكن نعمل بهالمجال هيدا لو سمحت؟ هو في مشكلة كبيرة يا أخ نزار. نزار ذكرني بالشاعر الكبير نزار قباني رحمة الله عليه. إحنا محاطين بمناخ محاربة الإرهاب وتقواصين الأموال والتأكد والتفحص والتمعن في كل شيء يجي. ده جزء كبير جدا من تعطيل أغلب المبادرات الكبيرة من أنها تنفذ وتتحول إلى مشاريع عملاق. لذلك أنا أخ نزار ركزت مع أخونا زهير أو أخونا مصطفى على الشباب المحلي. ركزت، أنا عايز أركز، وأنا واضح جدا أنا عايز أركز، وأنا متحيز للشباب سواء كانوا بنات أو كانوا إيه أولاد من أولادنا، متحيز لهم منحاز لهم. يعني إيه تاني اللي هو كده اللي هو يعني زي ما تقول إيه متيم بيهم، خد بالك، لأن إحنا محتاجينهم. وأنا عندي في لبنان كتير وعندي في المخيمات كتير، بس ما فيش حد هيتفاعل معاك الا لما انت كنت تكون انت طاقه متفاعله مفاعله. يعني انا شخصيا لما اروح المخيم يعني انا هسال سؤال، هل احنا حاولنا يوم اننا نقعد في المخيم يوم او اثنين وثلاثه في خيمه من الخيم او في مكان من الاماكن نعيش، يعني نعيش وناكل ونشرب ونشوفهم، ولا بس بنروح ناخد الداتا ونعمل نيز اساسنا ونرجع؟ يقول لك أنا خلاص أنا لازم أمشي دلوقتي عشان الأمر خطير علي أنا شخصيا، ما أنا عايش هنا في الخطر. بقى الجمال يا أخ نزار، لما يحصل الخطر يبقى لون أحمر في البلد وفيها مواجهات والمؤسسات الدولية عاملة إيه؟ رجعوا إيه عمال دولية الأمم المتحدة السابقة رجالتها ونسائها وكذلك كذا وكذا، خايفين عليهم. الله، طب أصحاب القضية اللي موجودين دول أنا سبناهم، والموظفين المحليين أخلي الموظف المحلي هو اللي يواجه الخطر. يعني لو مات الموظف المحلي المهم، لو مات الموظف الدولي زي حالاتي هو المهم، وأنا والموظف المحلي بناكل فلوسنا من الراجل أنا سايبه في عز الحاجة دي، فأنا عندنا سكيزوفرينيا دلوقتي. انتصام في الشخصية، انتصام في الشخصية وفلسفة فكرة التعامل مع المحتاج. فلذلك احنا مرة عملنا تجربة في دارفور لما كان في 2004 2005 تقريبا، خلينا بعض الشباب لو انت فاكر جنجير جنجير يا سوري يا نضال جنجير مش عارف ايه يعيش في قطيه ليله واحده ليله واحده انا مو القطيه دول ايه البيت الاشهر كان في غرفه بيت احنا كنا واخدين ناس جديد قريب المكان ده، وكان انا كان عديد. السلام عليكم. لا لا اعتذر عن المقاطعة، بس اذا فينا نحكي. صفاء معلش خلي بس الدكتور يخلص فكرته وان شاء الله بعدين نفتح لك المجال. اوكي خلي بس يخلص الدكتور فكرته، لانه الاخ نزار عم يسأل سؤاله والدكتور عم بيجاوب عليه. اول ما يخلص ان شاء الله بيجي دورك، تفضلي. اجرنا بيت بارك البيت ده عديل، وكان مع حسن ابني طلع متطوع معهم السنة دي أخ نضال مش عارف 2004 أو 2005، ما ناموش طول الليل. تعرف كانوا بيعملوا إيه يا رجالة؟ بيقتلوا
الصراصير والبعوض والحشرات، مش قادرين يعيشوا عيشة الفقير، خدت بالكم؟ فاحنا هنا في محك خطير جدا. لو احنا عرضنا يا اخ نزار نرجع لأدراجنا مرة اخرى، انا مين مدفع المرتب؟ هو الفقير ده، هل انا اقدر اعيش عيشته؟ اقدر اتحمل اللي بيتحمله؟ اقدر اعاني المعاناة اللي بيعانيها علشان هو يديني فلذات كبده يكونوا معي طول النهار؟ لذلك انا لابد ان ابني الثقة بيني وبين كل هؤلاء الناس، زي ما انا قلت قبل كده في الاجابة لاخونا مصطفى ولاخونا زهير، لابد علشان الشباب يجوا حولي، الرجال يجوا حولي، الاطفال يجوا حولي، النساء يجوا حولي، لان حاسين ان انا عايز اعيش عيشتهم عشان ارفع مستواهم. فانا برضك هقول ان الاغاثه وغيرها من المؤسسات الدوليه بتتكبل بقوانين تحويل الاموال، وحتى لو وافقوا على المشروع بسرعه ممكن الفلوس تقف في البنك شهر وشهرين. فلذلك انا لازم اعمل مصارين زي ما كنت قلت لزهير قبل كده والمصطفى قبل كده، لازم يكون عندي مصارين. والمسار المسار الاكثر ثبوتا ورسوخا هو المسار المحلي، لانه دائم العطاء، لانه ارضه صلبه، لانه في شباب متميز ومتالق لا يعتمد على ثقافه المانح الدولي او ثقافه المانح الغير دولي. فلازم افشي في الاثنين يا اخ نزار، واعمل مشاريع صغيره تكبر بنفسها. جزاكم الله خير يا اخ نزار. طبعا دكتور هاني، الاخ نزار جزاك الله خير، يعني الاخ نزار من 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 جمعيه محليه بتتعاون مع الاغاثه، يمكن حضرتك بتعرفها، جمعيه عباد الرحمن، ويمكن جمعيه عباد الرحمن هي، والله اعلم يصلحني الاخ نزار، هي مصداق للجمله اللي حضرتك تفضلتها انه العمل المحلي دائما بيكون قوي، لانه استمراريته وانتشاره بيكون اقوى وافعل. وطبعا عمل جماعه عباد الرحمن، انا الحقيقه زرت مراكزهم، الحقيقه عندهم عمل جبار على المستوى المحلي مع الـ مع الـ مع الفقراء والمعوزين، يعني الحقيقه عمل، ان شاء الله يكون في فرصه باذن الله بزيارتكم القادمه الى لبنان، يكون فرصه انه نحن نزورهم، وهذا لانه فعلا عملهم مصداق لما حضرتك تفضلت فيه عن أهمية التمويل المحلي أو أهمية العمل المحلي، والجمعية تكون ملتصقة بالمجتمعات اللي هي موجودة فيها. أخت صفاء، تفضلي أختي الكريمة، إذا أنت موجودة معنا تفضلي، دورك الآن. وبعد بدي سؤال أنا إن شاء الله. يا هلا أخت صفاء، تفضلي تفضلي أختي الكريمة، تفضلي. إيه تفضلي تفضلي تفضلي. أوكي، يسعد مساء الجميع. أستاذ الكريم، أنا شكراً على هالمحاضرة القيمة اللي عم تحكي فيها، ولكن نحن كجمعية نتشرف بحضرتك وبأعمالكم القيمة اللي عم تعملوها، بس كتير بهمنا، أنت شايف الوضع الفلسطيني والأوضاع اللي موجودة بسبب كورونا، الأوضاع كتير سيئة، فأنا عم بحكي من هذا الجانب، جانب الوضع الفلسطيني والحالات الاجتماعية اللي تكركبت هلأ بآخر فترة، شو دور هون المؤسسة؟ شو فينا نحن نعمل بهاي الحالة؟ شو الصيغة؟ شو الرؤية اللي انتو حابين تعملوها بإعلان حالة طوارئ مثلا؟
بهيك وضع. والحالات المرضية كمان نحن بنحكي عن الحالات المرضية، في عنا كم هائل بالحالات المرضية، وبسبب تفشي الكورونا كمان ما عم تقدر هاي الحالات إنها تكون تتعايش بهذا الوضع. فأنا كتير بهمني رأيك بهذا الموضوع أستاذ الكريم، ودور المؤسسات، وإنه تقدر المؤسسة إن الحالة المرضية أو الحالة الاجتماعية إنها تقدر تراجع هاي المؤسسات اللي إلها دور كبير بهذا الموضوع. فبهمني رأيك بهذا الموضوع، وشكرا لك. شكرا أخ صفاء. طبعا كل المؤسسات برامجنا أخ صفاء، إذا بتعمل بس الفيديو التطبيع من عندك لو سمحتي. أصبح البرنامج الأول هو كيف نتعامل مع جائحة كورونا. يعني فيك مؤسسات ما كانش لها أي علاقة بالعمل المحلي. معلش أخت حنان لو سمحتي، في لو سمحتي أخت حنان في مجال بس تطفي الفيديو لو سمحتي، بس مشان لأنه الفيديو الإنترنت شوي ضعيف. دكتور هاني السلام عليكم، رجعت ميوت، اعمل معروف اذا فيك تعمل ان ميوت من عندك لو سمحت، لانه رجع وقف الصوت، مش سامعينك الناس. مش مسموع صوتك، مش مسموع. سامعني دلوقتي؟ اي ممتاز الان، جزاك الله خير. فحولوا جزء كبير جدا من عملهم للتعامل مع كورونا، فأصبحوا ما عندهمش قدرة يتعاملوا معها، فأصبحوا يتعاملوا مع الجمعيات اللي هي بتتعامل مع كورونا. يعني معناها ايه؟ انا كأغاثة إسلامية عندي مال، فأنا مش عم عنديش تواصل مع جمعيات محلية زيكم انتم مثلا، بجيب الجمعيات المحلية اللي هي في برمنغهام او في لندن او في اي مدينة وتعاقد معها واديها المال عشان هي تشتري الاشياء دي للمصابين، اما للمستشفيات او للايه او للبيوت الى اخره. ففي بعض الجمعيات بتروح البيوت توزع الحاجات دي عليهم في بيوتهم نفسهم، خاصه عند كبار السن وعند الاماكن اللي فيها اللي هم المشردين الى اخره. ففي حاجه ان انا بتعامل مع الازمه من ليس من خلال فقط مؤسستي انا، لكن من خلال المشاركه مع المؤسسات المتخصصه في مثل هذا المجال. قد يكون عندكم يا اخت صفاء في المخيمات الفلسطينيه، في مخيمات شغاله في العمل الطبي. انا مش هشتغل في عمل طبي، بس انا هدعم العمل الطبي بتاع مؤسسه ثانيه، جمعيه ثانيه، دي حاجه من الحاجات اللي ممكن نعملها. في مؤسسات شغاله في الوعي ورفع الوعي، يعني انا عملت بعض الاشياء اللي عملوها، ان النظافه في الاسلام هي جزء من محاربه الكورونا. شوف احنا مثلا بنتوضى كم مره في اليوم، بنغسل بقنا كم مره في اليوم، نغسل ايدينا كفنا، نتنشق كم مره في اليوم عشان نطلع الجراثيم، بنشيل الجراثيم اللي على ودننا كم مره في اليوم، بنمسح شعرنا كم مره في اليوم، بنمسح حتى واحنا داخلين الحمامات، بننظف نفسنا، حتى لما بنحلق الشعر بتاعنا سواء كان بتاع الابط او الاماكن الثانيه الحساسه بتعمل ازاي؟ قص الضوافر اللي بيدخلنا جراثيم، ده كله واعي. قد يكون الامر ده مش يعني بسيط جدا، بس الناس ناسياه. الناس دايما بتبص على حجم الكارثه الكبيره وتنسى الحاجات الصغيره البسيطة اللي احنا ممكن كل واحد فينا يعملها ويعلم الناس فيها. الأطفال لما ياكلوا يعملوا ايه؟ وهكذا. في حاجه احنا اتكلمنا ايه؟ شراكة مع المتخصصين، جمعيات متخصصة مثل هذه الأشياء. وأنا مش مهم إن أنا أعمل بإيدي، المهم إن أنا أعمل مشاركة مع التانيين. مش هتحصل في شراكة يا أخت صفاء إلا لما نتواصل مع بعض ونوصل معلوماتنا لبعضنا البعض عشان نعمل تنسيق. يبقى التنسيق والتواصل ثم الشراكة هيقلل من اللي هو الانفاق المال او انفاق المال. الامر الثاني اساعد الناس اللي هم متخصصين في مثل هذا الامر. الامر الثالث ان انا ممكن اعمل برنامج توعوي، اعمل يافطه اعلم بيها الناس يعملوا ايه. انتجوا
اللي هو الكمامة. سوري، في بعض الناس في أحد الدول بدأ بيقولوا البسوا لباس الكمامة، قال البسوا لباس القمامة، يعني أفاض علينا القمامة اللي كان ضاع بين منخارينا وبين شفتينا. فنرجع مرة أخرى نشوف الوعي نفسه. أنت كمان ممكن تعملي مرتقات أو أشياء للناس، ممكن تعملي جلسات للنساء والرجال توعيهم بأخطار ما كورونا، ممكن تعملي على الوقت اللي هو السوشيال ميديا بتاعتك، ليه على التواصل الاجتماعي عندك. مفيش حد يا شباب يا أخت صفاء الآن غير قادر على إيصال معلومة لأي حد في العالم. قد تكون أنت عملت مشروع تعتقد أنه مشروع لا قيمة له، لا قيمة له إطلاق، وتحطيه على جاست جيفنج، يمكن ناس تحولك فلوس من أي حتة في العالم، 50 دولار و100 دولار. أستاذ الكريم، أنا حبي بس هقول لك جملة بس. نحن أكيد كتير بهمنا موضوع التنسيق، عملية التنسيق والتنظيم بهذا الموضوع. أنت بتعرف موضوع كورونا شل حركة هذا التنسيق والعلاقات إنه نوطدها بين المؤسسات الكبيرة اللي مثل مؤسسة حضرتكم. نحن الصيغة اللي عم نحكي فيها أكيد نحن عم نعمل برامج توعية، أكيد نحن عم نعمل، عم نكون عم نحاول عم نعطي على قد ما بنقدر نحن لهاي الناس، لكن العدد كبير فاق الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه اليوم. ما عم نقدر، المؤسسات الكبيرة عم بتقول نحن مش قادرين. بس ليش يعني ما نحن هون قادرين نعمل عملية تنسيق بين المؤسسات ونحن نكون على الأرض، فبالتالي نحن بنوصل فكرتكم او بنحاول نفصل نوصل هاي الحالات اللي انتوا عندكم للناس، المجتمع المدني داخل المخيمات مثلا، لانه نحن اكثر الناس قعدت ببيوتها، هلا قاعده ببيوتها، ما في شغل، ما في مصاري، الناس فايت ببعضها، ما عارفه شو بدها تعمل. يعني مجرد انه نجيب اليوم اجاني مثلا 50 فروج وزعته، العالم كله اجت فكرت انه نحن عم نوزع للكل، فهذا العدد يعني أنا مش قادرة أعطي فوق طاقتي. اليوم مثلاً بيجينا أكل بدنا نوزعه، الناس كلها محتاجة، بطل في حدا محتاج ومش محتاج، القصة صارت على الكل، كل الناس قاعدة ما في عمل. نحن عملنا متطوع، عندي فريق هو بينزل على الأرض وبيعمل هاي الحالات. فنحن بنطلب من حضرتكم اللي أكيد كرمكم دايماً طاغي، انه يكون في لنا دور من عند حضرتكم، تنزلوا لنا شيء ونحن فريق بنحاول نوصل الفكره ونعطيهم اشياء اللي هن محتاجينها. فبتمنى عليك انه نكون تكون معنا بهذا الموضوع استاذنا. ان شاء الله اخت صفاء، ان شاء الله باذن الله. انا هلا بس بعد الاجتماع ان شاء الله باخذ التفاصيل واواصل معك وبتواصل معك، وبنشوفكم انتم باي مخيم، وبنشوفكم باي مخيم ونحاول نتواصل باذن الله. نحن بنوصل لك، هذا واجبنا. مخيم عين الحلوه، نحن بمخيم عين الحلوه فعلا. انا عم بوصل صرخه ناس محتاج جدا، الوضع جدا مكتئب بقلب المخيمات. ان شاء الله على راسي يا ست صفاء، انا ان شاء الله حعمل جهد كريم، حجيب رقمك وتواصل انا وياك ان شاء الله، ونشوف كيف نقدر نتعاون باذن الله. أخت حنان تفضلي. يا ريت أخت صفاء بس تطفي الفيديو لو سمحتي من عندك. حنان تفضلي أختي كريمة، تفضلي. أنا طلبت. أخ أحمد بس خلي الأخت حنان أول وبعدين أختك. من عندي الفيديو طفي من عندك لو سمحت. بس الصوت مش طالع، صوتك مش طالع، اعملي انميوت لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نوال محمود، جمعية هنا للتنمية. احنا موقعنا بالفيلات، بنشتغل مع المخيمات ومخيم عين الحلوة. الفكرة إنه هلأ إحنا يعني إحنا شركاء كمان مع الإغاثة الإسلامية، لنا تقريباً شي 5 سنين
هلا نتيجة الوضع طبعا صارت الحاجة أكتر لحتى نكون إحنا معاهم. بالنسبة لكورونا، كورونا هلا هو مرض موجود من الأزل وبيطلع بكل مرة، وهاي المرة إنه انتشر أكتر وحصر العالم، صارت العالم بحاجة أكتر. الفكرة إنه هلا إحنا ما رح يستمر كورونا لآخر العالم أو لآخر الدنيا. إحنا هلأ عم نشتغل كمبادرات على الأرض، سواء بالإغاثة، أكل، شرب، طبعاً هي أكثر من ضمن الناس اللي هن فاعلين الخير، الحمد لله. وأكثر إذا في حدا يدعم أكثر طبعاً، لأنه الناس هلأ صار بده طبابة، صار بده الأجارات بيوت، خاصة أنه نحن الوضع بلبنان ما تأثر بس بكورونا، كان في عنا قبل انتفاضة، كان في ثورة، يعني إحنا من 17-11 بلبنان ووضع الوضع الاقتصادي بلبنان متأزم ومتردي وزاد عليه كورونا. الفترة اللي هلأ إحنا فيها عم بقوله للعالم إلزم بيتك، يعني كل إنسان لازم يخليك ببيتك نتيجة حتى ما يتفشى المرض. إحنا بنقول لهم يا جماعة قبل ما تقول للإنسان إلزم بيتك، اسأله شو لازم ببيتك. يعني أي إنسان لازم نسأله إحنا، طب أنت شو بدك ببيتك، شو ناقصك غراض، شو ناقصك هذا لحتى تقدر تقعد بالبيت. الناس اللي بيشتغل العامل اليومي ما عم بيقدر يشتغل، يعني إله شهر شهر ونص قاعد بالبيت، بنقول له إلزم بيتك. طيب ما عنده صارت لقمة أكل يأكلها، سواء إذا إجت مثلاً كرتون تموني من هون، شغلي موني من هون، طبعاً ما رح تقضي هاي الشغلة. اللي إحنا كنا عم نقترحه عادةً إنه إحنا بعدنا عم نحكي إنه بجهودكم إن شاء الله وبجهود الجمعيات اللي موجودة إن شاء الله رح نعدي هاي الأزمة. الفكرة إنه ما بعد كورونا شو رح يصير؟ كنا احنا مقترحين انه عنا احنا مثلا ايتام كتير، في عنا اسر متعففة بحاجة للمعونة اكتر من الايتام. كان في الإغاثة الإسلامية طبعا بتعطي مجموعة، سواء موني برمضان كانت أو بتدعم بعض الأيتام اللي هني موجودين. كنا احنا مقترحين انه بدل مثلا ما ينعطى اليتيم 20 دولار 50 دولار حسب شو هي الحاجة، انه احنا مثلا انه تكون الكفالة كفالة اسرة، ولكن الافضل من هيك انه ينعمل مشاريع صغيرة مثل المشاريع اللي احنا عم نشتغل فيها ضمن جمعيتنا، مشاريع صغيرة تشتغل فيها الامهات اللي هي امهات الايتام، الأرامل أمهات الأيتام. بعد فترة هن بصيروا هن ما بحاجة لياخدوا كفالة أساساً، بصير هن اللي بدهن، هن بصير يدفعوا زكاة أموالهم. زي ما احنا بنعرف أساساً أكتر الأيتام اللي هلأ موجودة هي صار عندها بعد لحد هلأ بجمعيات بتاخد، رغم انه هي صارت بتدفع زكاة أموال. فاحنا حابين انه إن يكون في مشاريع صغيرة عم نشغل عليها احنا ضمن الجمعية. كانت ضمن المبادرات انه والله نعمل مثلاً تطريز وخياطة وإعادة تدوير، لحتى لأن احنا بنشتغل على البيئة. بهذا الوضع اللي احنا هلأ كورونا، ما حدا ممكن يشتري هيك بضاعة ويشتري هيك أشياء، لأنه الناس بحاجة لمواد غذائية أكتر. عم نشغل احنا على الموني المنزلية، النساء اللي عنا صاروا مثلا عم بيجيبوا هن، نجيب خضرة وبنجيب هالأشياء وهن بيشتغلوا عليها وبمونوها وبيجعوا بيبيعوها من أول وجديد، أو ممكن يتعاونوا مع الجمعيات اللي هي عم تعمل أكل أو عم تعمل طبخ الخير، وهن عم بيشتغلوا معهم، عم بياخدوا هن طبقهم. إذا ما أخذوا مثلاً مال، عم بياخدوا هن أكلتهم، أمنوا أكلتهم اليومية. الفكرة أنه إحنا بدنا أكتر يكون في تواصل بيناتنا بهاي الفترة لنشتغل أكتر، لأنه إيد لوحدة ما بتزقف، لازم إحنا كلنا نكون إيد وحدة ليصل صوتنا وتصل فكرتنا أكتر وأكتر للناس. وشكراً لكم وبارك الله فيكم. الله يجزيك الخير أخت حنان. الله يجزيك الخير أخت الكريمة. جمعية حنان معروفة بالنسبة لنا ونحن عم نشتغل إحنا وياكم إن شاء الله. أنا هنا للتنمية نوال محمود، جمعية هنا. عرفت. نحن بس اعذرينا لأنه صار موضوع الإغلاق هذا، بسبب الإغلاق فاضطروا الإدارة عنا إنه أخذوا قرار بإنه بإقفال المكاتب
والبقاء في البيت، لكن نحن في عنا إن شاء الله يعني قريبا جدا حنرجع على المكاتب إن شاء الله خلال يمكن حسب قرار الحكومة يمكن ب 24 الشهر نرجع على مكاتبنا إن شاء الله، وحيتم التواصل معكم ونحاول نشوف شو في فرص للتعاون بين الإغاثة الإسلامية وجمعيتكم. ما بعرف دكتور هاني تحب تضيف شيء بهالموضوع هذا بالنسبة لل من جمعية هنا؟ هنا مش برضك ولا هنا؟ اسمها حنان ولا الجمعية اسمها؟ ها؟ اسم الجمعية؟ بدك أنت مسكر الصوت عندك أختي الكريمة، أنميوت عملي معروف، مش عم نسمعك. هنا فور ديفلوبمنت، هنا للتنمية. هنا للتنمية، وأنت اسمك إيه؟ نوال محمود. نشكر الأخت نوال لأنها بتغرد في بسرب جميل جدا أنا بؤمن بيه، اللي هو لو المتبرع، المشكلة هنا إيه يا أخت نوال؟ لو كفالة اليتيم هي شيء أصبح زي الفيروس في دم المتبرع، أصبح زي الجين، أنا وكافة اليتيم في الجنة زي كده، خلاص ما بيشوفش حاجة إلا كيك في اليتيم. ويا ريتنا يا أخت نوال بندي كفالة حقيقية لليتيم اللي احنا بنديه مساعدة، لأن كانت أنا حصل نقاش كبير جدا في أحد المؤتمرات، دايما أقول الكلام ده في كل ما أروح في كل حتة، سألت بعض الجمعيات اللبنانية قالوا لي يا دكتور احنا ما بيجينا كفالة $20 دول ما بتقضيش، فبنسوق اليتيم لأكثر من جمعية، فاحنا بندلس على بعض، لأن اليتيم مش هيكلف أقل من $100 في الشهر. لكن الجمعيات، لكن المانحين، خاصة المانحين العرب يعني مخهم كده، هو $30، هو $10، هو مش عارف، ويتنافس على سعر اليتيم. فاللي احنا بنعمله ما اسموش كفالة يا نوال، مش كفالة، اسمه مساعدة. لأن كفالة زي ما شرحها لنا الدكتور علي القرداغي هي كفالة مريم، كفالة زكريا المريم اللي مقعدها في بيته ومعاملها زي بنته ويربيها ويكبرها، دي كفالة. الكفالة ان انا عامل يتيم زي ابني وزي بنتي، فكل الكفالات دي كلها ولا مؤاخذة دي مساعدات مش كفالة. انا معاكي ان احنا نحول الكفالة لمشروع منتجي للمرأة، احنا في مشاريع اسمها مشاريع للأسرة وفي للأرملة وفي مشاريع وكفالة اليتيم. لو احنا حسبنا كفالة الأرملة وكفالة اليتيم اللي هو بس يأكل شرب دي، وعملنا لهم رأس مال لمنحة 5 أو 6 أشهر مرة واحدة أو 3 أشهر، هي ممكن هتقيم نفسها بعد كده. المؤسسة اللي زي كده أنا كنت ما اتعاملت معها اسمها مؤسسة التعاون، عارف شغال عندكم في الدنيا ولا لا يا أخي؟ هي مؤسسة فلسطينية موجودة في رام الله. قابلت الأخت الدكتورة تفيدة بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمها إن شاء الله، وفي أخت تانية معاها برضك اللي هي مسؤولة الإعلام أو مؤسسة المشاريع. قالوا ايه؟ قالوا احنا عندنا بنتفق مع، لانهم طبعا معتمدين على رجال اعمال فلسطينيين اغنياء لما اسسوا الجمعيه دي من زمان، فنقول اللي عايز يزك في اليتيم خلاص يدينا ميزانيه 2 أو 3 سنين مقدمه، والكفاله عندنا $100 او $120. هم مش مهم ان هيكفلوا مثلا 10,000، هم بيكفلوا مجموعه من الايتام يضمنوا النوم الكافل، مقتنع بالفكره بتاعتهم وهيستمر معاهم الى الاخر، وقال لهم $100 أو $120 في الاتفاق. صح. وبالك احنا مشكلتنا بقى عند التسويق بقى، اصل ده بياخدوها ب $29، طب انا عاملها ب $28، طب انا $127، وكان اليتيم ده ولا مؤاخذه يا اخت نوال جوز جزمه او بنطلون او تنوره او حله بنشتريها، لا اليتيم حياه زي بنتك وابنك. فايه ازاي يا نضال احنا نرجع تاني عشان نوعي المتبرع ان اللي بيعمله ده جزاه الله خير، لكن مش هو دي الكفاله. تكلفه اليتيم في اي مكان في العالم بتتراوح ما بين $70 و $80 ل$150 في الشهر، لكن لما حاول نقول للمانحين دول لو سمحتم ممكن تدونا اول 6 أشهر ها كفاله للام بحيث نعملها مشروع تقوم به، وبعد الست اشهر مش هاخد منكم ولا مليم. معايا؟ ده عايز تغيير في الفكرة يا أخت نوال، لكن أنا موافق معاك 100%، يعني مش 100% 1000% كمان. أنا بس قلت الكلمتين دول عشان أحسسك إن في بعض الناس زي حالات أنا
بيفكروا بالطريقه اللي بتفكر بها. وجزاك الله خير. جزاك الله خير. بس شغله واحده بس، انه احنا بدنا المتبادل يهمه الكيف مش الكم. الكيف مش الكم. كيف ممكن يعيش اليتيم مش بكم ممكن يعيش. شكرا وبارك فيك استاذ هاني، جزاك الله خير. واستاذ نضال كمان ان شاء الله بنشوفك بعد الكورونا. وياكم يكرمكم. بس يا ريت بس لو طفوا الفيديو، بس لانه في الاخ احمد طعمي بده يسال سؤال لو سمحتوا. اخت صفاء لو تطفي الفيديو من عندك لو سمحتي. الاخ احمد تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. صفاء بس تطفي الفيديو. انا حابب هيك ساعه بدي ادخل على الموضوع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم علينا وعليكم. طبعا يمكن أنا أدخل بنقاش يمكن يكون شوي بعيد عن موضوع الإغاثة أو الموضوع الجمعيات. طبعا نحن كممثل أنا كان على لجنة معاناة المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. طبعا أنا لما بسمع نقاشات الجمعيات والمؤسسات والمتبرعين بسأل نفسي قبل ما أسأل أي شخص بالعالم، بقول مين اليوم بحاجة رغم ظروف الكورونا والوضع الاقتصادي ارتفاع الدولار، مين وضعه سيء أكثر من وضع شخص مهجر ما عنده بيت، عايش بالأجار، ما بيملك إشي. فنحن من خلال وجودنا في لبنان، طبعا نحن كعدد 28 ألف فلسطيني متواجد بلبنان، للأسف جمعيات بتحكي باسم الفلسطيني السوري وبتسجل وما بتعطي. ولم طبعا نحن ما رح نذكر بأنه والله الإغاثة الإسلامية ما أعطت الفلسطيني السوري في لبنان، على العكس في جمعيات أعطت وقدمت كتير شغلات للفلسطيني السوري في لبنان. طبعا أنا هنا من موقعي أنا كلجنة معاناة المهجرين بطالب الإغاثة الإسلامية والإخوة اللي موجودين عندكم بالجمعيات اللي متواجدين اليوم وعم بسمعوا صوتي هلا بهاللحظة، ينظروا بمنظور الوضع الإنساني للفلسطيني السوري يلي عم بيعاني واللي بيعيش أوضاع إنسانية قاسية جدا وصعبة جدا، وهذا اللي نحن عم نشوفه على الأرض واللي نحن التقينا فيه مع كتير ناس. نحن كلجنة، نحن مجموعة، طبعا أنا ما بقول لجنة لأنه نحن مش ممولين، نحن عبارة عن متطوعين اشتغلنا بهذا الوضع التطوعي لنقل معاناة. طبعا هذا التجمع على مستوى لبنان، هو اسمه تجمع اللجان الأهلية لفلسطينية سوريا في لبنان. هدفنا نحن كشباب متطوعين هي نقل المعاناة، معاناة الفلسطيني السوري في كل العالم، من مسائل لإنروا لكل معني لمؤسسات لجمعيات. فأنا أأمل من الإغاثة الإسلامية النظر بوضع الفلسطيني السوري يلي هن عددهم 28 ألف فلسطيني في لبنان ولا أحد بسأل عليهم. ويعني وبتشكركم جميعا طبعا على حفاوة صدركم بهذا الموضوع ان شاء الله. الله يكرمك، جزاك الله خير. دكتور هاني عندك تعليق؟ لا، هو ده طلب مهم جدا ان القضيه بتاعته حد يتبناها له، فيبدا التبني من المؤسسات الكبيره زي الاغاثه الاسلاميه ويحصل تنسيق زي ما كانت اخ نوال بتقول، عايزين نعمل تنسيق بيننا وبين بعضنا، لان قد يكون في بعض المخيمات تجي لها اشياء كثيره وبعض المخيمات ما تجيلهاش اي حد، وخاصه يعني السوريين اللي جايين من لبنان يمكن صوتهم اقل استماعا من الفلسطينيين اللي موجودين في لبنان من زمان، يعني هم يعني عندهم صحيح. جمعيات داخليه غير اللي جايين.
أنا بس حأدخل مداخلة صغيرة. نحن فلسطينيين سوريين، يعني نحن مش سوريين الأصل، نحن فلسطينيين سوريين كنا معايشين بمخيمات فلسطينيين في قلب سوريا. فنحن الحلقة الضعيفة اللي أغلب المؤسسات بتعتبرنا سوريين في بعض الأحيان، وبيضيع حقنا بهذا الموضوع. كون فلسطيني سوري اليوم لا يسأل علينا غير وكالة الإنروا للأمانة، وبمساعدات نقدية ضئيلة، يعني لا تكتفي بإيجار منزل بمنطقة شعبية وضعيفة جدا. ويعطيك العافية. أخي الكريم أحمد، الله يجزيك الخير، أنا وصلتني الرسالة. طبعا نحن في بعض الصعوبات اللوجستية أو العملياتية، لأنه نحن نوصل للشريحة هيدي، لأنه مثل ما تفضل الدكتور، الأخوة الفلسطينيين من سوريا ما في عندهم جهة رسمية بتقدر تتبنيهم، ونحن محكومين بالتعامل مع مؤسسات رسمية مسجلة في الدولة اللبنانية. وبالتالي لما أنا بتعامل مع مثلا جمعية هنا للتنمية، أو بتعامل لأنه جمعية مسجلة رسميا في الدولة اللبنانية، وهذا حسب القوانين والإجراءات اللي مطلوبة مني بالإغاثة الإسلامية في بريطانيا، عطفا على كلام الدكتور هاني، لأنه ذكر أنه داخل بس بموضوع نحن بنتعامل في بعض الأحيان جمعية يد العون كنشاط متطوعين. نحن بنحاول طبعا، جمعية يد العون هي موجودة بمخيم عين الحلوة وعندها علم وخبر ومسجلة رقمها 11 على ما أظن. إذا كانت جمعية رسمية ومسجلة فنحن نتعاون معها إن شاء الله. أنا بس يا ريت تتواصل معنا، وأنا بأخذ تفاصيلك بتواصل أنا وياك، نشوف إن شاء الله كيف في إمكانية للتعاون. بالعكس نحن يعني إخواننا الفلسطينيين من سوريا أعزاء، مثلهم مثل إخواننا الفلسطينيين في لبنان، مثل إخواننا السوريين، كل أصحاب الحاجات هؤلاء، يعني هم المتفضلين علينا الحقيقة. فأنا إن شاء الله هحاول أتواصل معك بإذن الله، ومن بعد ما نخلص من المحاضرة هذه إن شاء الله. الله يكرمك دكتور هاني، عندك تعليق شيء؟ لا، يعني أنا طبعا يعني عارف الفلسطينيين في لبنان ليس لهم نصير، لأنهم في سوريا ما كانوا يعني يعانون أمر أشد المعاناة، وفي لبنان طبعا هم ضايعين وسط الملايين اللي نزحوا من سوريا للبنان. وطبعا زي ما أنت قلت يعني ما لهمش كيانات رسمية في الدولة، لكن بيحاولوا يكيفوا أوضاعهم مع بعض الجمعيات المحلية. ربنا يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله نحن نوصلهم بإذن الله. قبل ما نختم، هل في حدا عنده أي سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نضال، تفضل يا أخي. دكتور هاني سامر الجناني معك من أهلا أبو يوسف. أهلا أبو يوسف. فكان أنا لدي يعني أمر معين حاب أعرف مدى أهميته، أو كيف فينا نضوي عليه، أو كيف فينا ننميه بين باقي الجمعيات، اللي هو موضوع إنه ثقافة العطاء دون مقابل. أول شيء كيف فينا ننمي ثقافة العطاء دون مقابل لدى المتطوعين أو العاملين في أي جمعيات تعنى بالعمل الإنساني. الأمر الثاني، بما أننا نحن هلق كنا نحكي سابقا كان يصير معنا بعض الظروف الفجائية أو البسيطة بالنسبة للحالات الطوارئ، كان من حريق مخيم أو حالة معينة، فكنا نفتقر لموضوع الطوارئ وسرعة التلبية أو سرعة وصول مساعدات بالوقت المناسب. وبما أن هلق جينا لجانحة أكبر غطت العالم كله، فنحن اليوم مفروض أن يكون في عندنا خطة فعلية أو دراسة فعلية تبني مستودع طوارئ، تبني حالة طوارئ معينة، نكون على قدر عالي من المسؤولية ونقدر نلبي فيها بسرعة، يعني بسرعة قصوى قدر الإمكان، مع مراعاة الأسباب طبعا أو المعوقات الموجودة لهذا الأمر. وقدرة التشبيك بين الشراكات المحلية والهاي اللي تكون على نطاق أوسع، على نطاق تقاطع معلومات، وهالأمور
لحتى نكون قادرين بقيام بعمل نموذجي قدر الإمكان. اليوم الإنسان اللي بحاجة بغض النظر مين هو، خلص هو بحاجة، مدى سوء الوضع عنده، مدى أولويته بالحاجة، فالكل على تقريبا على مسافة واحدة بتفاوت بسيط. ولكن لازم يكون عندنا خطط احنا قوية منسقة مرتبة، نحاول نكسر البروتوكولات شوي اللي عم بتكون موجودة بالتعاملات الخايف فقط بحالة الطوارئ، مش بشكل الطبيعي العادي. ولكن البروتوكولات احيانا عم بتكون معوق لنا بتنفيذنا مشاريعنا، بمحاولة إيصال المساعدات بوقت المناسب. وجزاكم الله خيرا. حياك الله يا ابو يوسف، الله يكرمك. تفضل دكتور. يعني انت بتتكلم عن ثقافة العطاء بدون مقابل، يعني عندك حق كبير جدا جدا. بتقسمها في مجتمعات مختلفة، في مجتمعات غنية موسرة تستطيع ابنائها ان هم عشان عندهم دخل ثابت وعايشين حياة كريمة يستطيعوا انهم ايه ما عندهمش الصعوبة العيش في مجتمعاته. في مجتمعات فقيرة لابد يكون العطاء جزء من التربية المجتمعية داخل المدارس، علشان العطاء يكون يتحول إلى تكامل وتآزر وتعاون. يعني أنا مش في المجتمع الفقير زي المخيمات أو غيره، أنا مش هقول للاجئ أو النازح ادفع لي، أنا هقول للناجح تكامل مع الآخرين. يعني تواصلوا مع الآخرين، عيشوا كلكم في المخيم كأسرة واحدة، يعني مكملين بعضكم للبعض. ما عندي العطاء برضك يجي عند الموظفين، في موظف داخل قد يكون هو أحسن الموظفين في الأداء، لكن من الساعة 8 الصبحية للساعة 2 الظهرية ويمشي. ده احنا عايزين نحوله لجزء، نقول له والله يعني في الوصف الوظيفي من أول يوم نقول له إيه؟ نقول له والله أنت ده الوصف الوظيفي بتاعك، لكن في حالة الطوارئ ما عندك ساعات عمل محددة. يبقى هو داخل المؤسسة وأنا بفرض عليه العطاء على الأقل في حالة الطوارئ، وده يكون في الوصف الوظيفي. نقول له احنا هنا دلوقتي بتحصل لنا كوارث أو مشاكل ومصايب، أنت من حقك كل يوم تلتزم بالعقد بتاعك، علشان احنا عايزين ان هو الرجل ده يعني مش هيعطي أكتر من كده، لكن ساعات الطوارئ أجيبك يوم السبت، أجيبك يوم الحد، أجيبك بالليل، دي تبقى راجعة للمؤسسة بتاعتك، فنحطها في الوصف الوظيفي. الأمر الرابع في العطاء مع الموظفين هو شخصية رئيس المؤسسة أو المدير بتاعك. لو كان المدير والرئيس ما بيعطوش، عمر الموظف ما هيعطي، عمر الموظف ما هيعطي. لو كان المدير والرئيس بيجوا الساعة 8 ويمشوا الساعة 2، عمر الموظف ما هيعطي الساعة 3 أو الساعة 4. فبرضك العطاء بيكون على رئيس المؤسسة والموظف، اللي هو لابد عليه إن هو يعمل إيه؟ إن هو يرى قدامه قدوة حسنة. حتى المحتاجين اللي في المخيمات مش هيتعاملوا معاك لو حسوا انت بتسيب الشغل بتاعك في ساعه معينه من اليوم. يقول الله، طب ده انا لسه الشغل بتاعك مخلص، تقول انا هاجي لك بكره. ليه؟ لان انت جاي في الشغل داخل المخيم ملتزم بساعات العمل، ومش ملتزم بعطائك لاضافه بعض الوقت لتنفيذ التوزيع او المشروع ده خارج ساعات العمل. فدي كلها منظومات يا اخ دكتور هاني، مفروض احنا داخل مؤسسة يتعمل لها جلسات ما بين الموظفين بعضهم بعض، او من المكاتب الرئاسية انها تعملها كفلسفة فكرية في اخلاق مجتمعية لعاملين داخل المخيمات او داخل اماكن. خلاص انضل. جزاك الله خير يا دكتور. جزاك الله خير. أنا بس تعليق بسيط لو سمح الدكتور رضا. تفضل. دكتور هاني، ثقافة العطاء دون المقابل أنا أقصد فيها أنه نحاول خلي الموظف أو المتطوع يكون عنده جزء من العطاء. أنا مش أكيد في مناطق لا يستطيع الإنسان أنه يعمل دون مقابل، ولكن تكون هذه الثقافة موجودة، لحتى أن مثل ما حكيت تجاوز الوقت المسموح أو المحدد بدوامه، ممكن يعطي شيء من عنده، ممكن يعطي شيء من وقته، ممكن يعطي شيء من العلم الموجود عنده، من أي شيء موجود عنده دون أن ينتظر أي فهي النقطة اللي بالتحديد يعني كنت بحكي عنها.
وانا موافق معك 100%. لذلك انا قلت لك ان في وصف حضرتك ان في الوصف الوظيفي يتكتب في الاول ان العطاء ده جزء من الرساله. انا بقول لك اشتغل لي 40 ساعه في الاسبوع او 30 ساعه او 50 ساعه او 100 ساعه، لكن في بعض الاشياء في بعض الاوقات هتشتغل اكتر من كده. ده اللي احنا عايزين نقوله. ليه؟ لان انت مش في شركه تجاريه. الشركه التجاريه لو اشتغلت اكتر بيديك ساعات عمل تؤجر عليها. انا مش هقدر اديك اجر على الساعات الاكتر اللي انت اشتغلت. بس الكلام ده يتوضح للموظف قبل ما يشتغل. ممكن يقبل الوظيفه او ممكن ما يقبلهاش. يتوضح للمتطوع، يتوضح للمتطوع سواء يقبل بالتطوع او ما يقبلش بالتطوع. جزاكم الله خير يا دكتور. الله يجزيك الخير يا دكتور. دكتور هاني، بتشكر كل الحضور اللي أسعدونا بحضورهم. جزاك الله خير يا دكتور هاني على وقتك الثمين. محاضرة قيمة، تذكرة جميلة في هذا الوقت المبارك. إن شاء الله الله يتقبل منك. أشكر الجميع على حضورهم، وإن شاء الله يكون في عنا فرصة تانية نلتقي مع الدكتور هاني شخصيا في لبنان بإذن الله. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.